مشاهدون كرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة من برنامج بحث عن هدف. نتواصل معكم دائما في أحداث الساعة، دوري الممتاز وختام فعاليات المنافسة الكبرى كأس العالم، وكمان استعدادات الهلال والمريخ للمشاركة الأفريقية، وبرضو بعض الأخبار الكثيرة المنتشرة في عوالم كرة القدم اللي كانت متزامنة مع يعني منافسات كأس العالم. سعيدين يعني جدا انه يكون معنا الكابتن الهادي آدم من خلال هذه الحلقة. سعيدين بك كابتن. مرحبتين محمد، مرحب بكل مشاهدي قناة النيل الأزرق، برنامج بحث عن هدف، ومساء الخير عليكم. نعم، برنامج بحث عن هدف يعني ينعى للرياضيين ولكل السودانيين رحيل الكابتن عمر التوم اللي رحل خلال الأسبوع الماضي. هذا الكابتن الخلوق المميز اللي قدم عطاء متميز جدا من خلال المستطيل الأخضر في نادي الموردة والمنتخب الوطني، وعمل واحد من أحد ضباط الاتحاد العام لكرة القدم في ثمانينيات القرن الماضي بطريقة مميزة، وقاد فريق الموردة في سنوات بأداء متميز مع مجموعة كبيرة من اللاعبين. رحم الله الكابتن الخلوق عمر التوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما ينعي الوسط الرياضي ويشارك الأحزان الأسرة الرياضية والصحفية والإعلامية رحيل الأستاذ صلاح مليشيا اللي رحل عنا أيضا قبل يومين من الآن، تقبله الله قبول حسن. كان كاتبا متميزا في الشأن الرياضي والشأن الهلالي، وكذلك يعني فريق الامتداد وفرق الخرطوم، وظل مشاركا بصفحتي وعمودي الدائم في كل الإصدارات التي كانت تصدر من خلال الصحف الرياضية والوسائط الرياضية المختلفة، تقبله الله قبولا حسنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقبلهم الله قبول حسن الراحل عمر، الكابتن عمر التوم، والراحل صلاح مليشيا. يعني فقدنا في الأسبوع هذا الماضي يعني هذين الرجلين في الوسط الرياضي. كابتن عمر التوم كان بارعا في أداء مباريات كرة القدم مع فريق الموردة والمنتخب الوطني. الرحمة والمغفرة للأستاذ عمر التوم، كابتن عمر التوم الجريق، أحد أساطير وأساطين كرة القدم في السودان. كانت له صولات وجولات مع المنتخب الوطني في ذلك الوقت، طبعا منتخب الأهلي أو الفريق الأهلي السوداني كما يسمونه في ذلك الوقت، وكان له صولات وجولات مع فريق الموردة، الموردة السكن والموردة الفريق، لم يبخل على الاثنين للمنتخب أو الموردة. عمل أيضا إداريا في الاتحاد السوداني لكرة القدم في فترة من الفترات، دورات كانت جميلة جدا. والحقيقة يعني نحن طبعا حتى ربينا تحته يعني كلاعبين في نادي الموردة، ونهلنا منه ومن فكره ومن توجيهاته عندما كان إداريا، استمع لنا نصايحه وكلامه. راجل مهذب وصاحب إمكانيات وقدرات، صاحب عطاء، يعني كلام لا يوفيه حقه. في النهاية يعني هي حال الدنيا. رحل عمر التوم كما رحل أيضا الكاتب صلاح مليشيا، برضو من الكتاب المميزين. والحقيقة عندي معه كم جلسة أو كم لقاء في إحدى القنوات في فترة من الفترات، برضو رحل بهدوء، كهدوء تام يعني. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار و الصبر وحسن العزاء لزويهم وأهلهم وأصدقائهم في السودان، تقبلهم الله. نبدأ مباشرة بفقرات هذا البرنامج أيضا من الأخبار. انطلاق دورة القطاع الشباب والرديف بنادي المريخ، عملوا دورة ودية في ميدان الصحافة، انطلقت قبل يومين من الآن وتتواصل في هذا الملعب، مباريات متميزة جدا بمشاركة هؤلاء الشباب، وهي دورة الفقيد جعفر الكوارتي
واللي يعني برضو بيمثل فيها قطاعات كبيرة جدا من الشباب وتحت سن 17 سنة، عدد من المشاركين في هذه الدورة التي نتمنى إنه الناس دائما تستفيد من مشاركة هذه الدورات. عندنا لقطات من مباراة، واحدة من المباريات المتميزة جدا اللي جرت في هذه الدورة في انطلاقتها بين أكاديمية الجودة وفريق الشباب شباب الأهلي، ويعني أظهرت يمكن مستوى متميز جدا مثل هذه الدورات في بدايتها، وكانت المشاركة مميزة جدا لبعض الفرق. ونتمنى انه الدورات زي دي كوتش يعني تكون كثيرة، نحن عشان نشوف الشباب وال تحت السن 17 سنة ديل اللي بيعول عليهم كثير في انه يكونوا حاضرين دائما في مشاركات مختلفة في منافسات مختلفة عشان يكون عندنا اساس في كرة القدم. حقيقة الاهتمام بالصغار هو أمر يعني استوجبته الظروف يعني المحيطة الآن، كلنا شاهدنا كأس العالم. صحيح. يعني معظم المنتخبات دي ممكن نقول 80% من المنتخبات دي أشركت لاعبين من عمر 18 سنة و19 سنة و20 سنة، دليل على اهتمام بالصغار. نحن هنا اللاعب لحد ما يفوت ال20 حتى نكتشفه. نفتكر دورات مثل هذه وتسلط عليها الأضواء ويجب أنها تكون متابعة من اخوتنا الصحفيين وكل الاعلام حتى يسلطوا الضوء على الولاد ديلو دايرين التشجيع. يعني انت من واحده من المهام مهام الاعلام انها تسلط الضوء ثم تشجع هؤلاء الشباب على الاتقان وعلى حب اللعبه وعلى الاستمرار فيها، لانه يعني كلنا بنعلم انه كره القدم اصبحت صناعه وصناعه مكلفه جدا. عندما تكون عندنا يعني كميه كبيره جدا من الشباب بدون رعايه بدون اهتمام، نفتكر حيكون كم هايل مهمل. حقيقه مشاركه المريخ في هذه الدوره طبعا املت ظروف عدم مشاركته في دوري الشباب المقيم الان الاتحاد المحلي لكره القدم الابعد منه نادي المريخ، كلنا عارفين طبعا المنافسات. ونفتكر حسنا انه فعلت اداره نادي المريخ في اشراك فريق الشباب في هذه الدوره حتى يكون في استمراريه لهؤلاء الشباب ما يتوقفوا عن اللعب، ونفتكر استمراريتهم ممكن تدوم دفعه وتخليهم يكونوا جاهزين متى ما طلب يعني منهم من الانضمام للفريق الاول. اي لاعب ممكن يكون جاهز وحاضر بدنيا وحاضر بلياقه المباريات. نفتكر دور دي واحده من جدا. اللقطات كده انا حاولت اعيدها، يعني التسديده ومشاركه حارس المرمى. انا لما نلقى نعم لما تلقى حاجات زي دي طوالي يعني تقول يا ريت تستمر في ملاعبنا وتكون في كل المباريات. يعني نحن نتمنى انه الشباب دائما يكونوا متميزين. نلاحظ يعني في كل لحظات التسديده التسديده بتوقيت سليم وبعد ذاك التسديده. نعم التسديده بتوقيت سليم، انتظر الكوره وارتطمت بالارض وجاته وبعد يعني ذاك تألق حارس المرمى. الحارس برضه كان في توقيت سليم تعامل صحيح. مع الكوره. انا افتكر لقطتين يستحقوا انه الناس تثني عليهم ويقيفوا عندها كثير. انا افتكر يعني من اللقطات الجميله جدا، طبعا كل ما تكون في حياة زي دي بتكون صحيح من الاشياء الجيده الناس تدعمها. هي قاعد تكون تستمر. زي نادره كده في ملاعبنا يا كوتش. نعم. يعني انا معلش نعم. لكن نحن نتمنى دائما يعني تكون باستمراريه كبيره. نشاهد الصغار ديل يكون عندهم اهتمام كبير جدا وطوال الناس بتطالب بالحاجه دي يا كوتش. طبعا اللقطه يشكر عليها اثنين، المصور والمخرج، لانه الاثنين هم يعني ركزوا في اللقطه دي وتابعوا التسديده وتابعوا حركه الحارس. انا افتكر من الاشياء الجميله جدا فانك انت تكون متابع حاجات زي دي وتجيبها على سن تكون واحده من الايقونات البرنامج. انا افتكر من الاشياء الجميله يعني تسديده جميله وصده جميله من الحارس من حارس المرمى. نعم نعم. طيب كوتش، مباشره احنا عندنا نشاط برضو كثير جدا الايامات دي قبل الدوري الممتاز وكده، في الدوري التاهيلي للدوري الممتاز ده بكره فيه مباريات ساخنه جدا، تحديدا في ديربي الابيض. انا مباشره عاوز انتقل للزميل بدوي عبد اللطيف بالهاتف. بدوي مرحب بك. مرحبا بالاستاذ محمد فضل الله وضيفك الكريم الحاج ادم. يا مرحبا. مرحبا بك بدوي. يعني نشاط كبير جدا لاول شيء عندكم في الابيض، طبعا الديربي، لكن احنا ما دايرينك برضه تتكلم لنا عن الديربي بس، عن كل المجموعات اللي بكره حتكون، هي افتكر الجوله الثالثه للدوري التأهيلي المؤهل للدوري الممتاز، وبرضو عندكم الديربي وعندكم بطولات حتقام هناك، افتكر بطولة الشرطة السنوية. نعم، اول حاجة في البدء يعني نترحم ولاية شمال كردفان فقدت
الاستاذ محمد احمد التلمامون الذي توفي في القاهره وقبر صباح اليوم الله في الوضيب، وهو يعني كان يقول سكرتير اتحاد الوضيب وهلال ومريخ الوضيب والترسانه ورياضي فز معروف من الدرجه الاولى، نفضل يترحم عليه بالمجلس الاعلى للشباب والرياضه والاتحاد المحلي لكره القدم، كلهم يترحمون على فقد الاستاذ محمد المامون. ربنا يتقبل. صراحه اليومين الوضيب يعني فيها حراك قوي جدا جدا في الرياضه، يعني ليله شهيدنا صباح اليوم يعني في قرعه بطوله الشرطه السنويه بتعملها سنويا، وهي يعني حراك قوي جدا يعني مجتمعي، فمشارك فيها تقريبا من نسخه رقم 14 سنويا بتعملها، وكانت القرعه صباح اليوم بقرعه شرطه ولايه شباب كره دفعات، وبتضم تقريبا زي 14 فريق، وجهت القرعه صباح اليوم ويوم 22 حدد انطلاقه المنافسه. البداية حتكون بشرطة الطوارئ وشرطة السياحة وشرطة الجمارك والمباحث الفدرالية والجنايات وشرطة المرور وشرطة الجامعات، والقرعة طويلة وكانت يعني في أجواء جميلة جدا. ندخل طوال مباشرة للحراك في الدوري العام المؤهل للدوري الممتاز الديربي، وصراحة يعني هذه النسخة هذه العام يعني جرت، أنا من هنا حي الاتحاد السوداني كنت أغادر للمسابقات، جعلت انه المجموعات تلعب نظام كرتين جوا وكرتين برا، فدي جعلت انه المباريات جذابه وفيها حضور جماهيري كبير جدا وحراك قوي جدا. يعني بس مجموعه الفاشل المجموعه الاولى اللي فيها هلال الفوله ومريخ الجنينه ومريخ الفاشل ومريخ نياله والاهلي الوغيد، دي لحد هسه يعني النتائج كلها متباينه مع بعض، مستضيرهم هلال الفوله الذي اختار مدينه النهود استاد ملعب النهود هو يكون يعني لانه عنده بعض الخيار في استاد الفوله، فكوره كلها حولها في استاد النهود، يتصدر المجموعه دي عنده 4 نقاط ولديه مباراه غدا امام مريخ النياله في استاد نياله. نعم. فمريخ نياله عنده نقطه واحده، والمجموعه كلها بنقطه نقطه نقطه، يعني لسه حظوظهم واثر في التنافس في هذه المجموعه، واهل الوضيب مشارك في هذه المجموعه ولديه نقطه واحده ومصدره الان الفوله ب4 نقاط. نعم. اما المجموعه الصعبه شويه مجموعه الثانيه وهي المجموعه التي تضم هلال الوغيط مريخ الوغيط الزمالك الوغيط الشجره سنجه وغريس السنار، والليله يعني كان كل الحديث في الوغيط يتحدث عن هلال الوغيط الذي كان يعني في الممتاز، وهو يعني كان فريق يعني من الفرق القويه لكنه خبط حسي حيلعب مباشره في هذه المجموعه، الجرعه رمتهم مع بعض حسب المسارات فهيلعب غدا يعني امام مريخ الوضيب، حيث صدر المجموعه عنده 4 نقاط الى الوضيب، ومريخ الوضيب لديه 3 نقاط والشجره 3 نقاط والزماله المروابه بنقطه وغرسلي سنار بدون نقاط. عاملين له شايف يا بدوي المباراه دي عاملين لها اهتمام كبير جدا، وشايف عاملين لكم لوجو، نحن يعني برضه الزملاء حيدونا له بعد شويه كده لوجو ظريف كده، انه المباراه دي يعني متوقعين انها تكون ساخنه، برضه مريخ الوبيض كان قبل كده في الدوري الممتاز وهلال الوبيض كان في الدوري الممتاز وهبط. نعم نسبه لاهميه المباراه كان هناك تواصل بين الاجتماع التقليدي بمحمد عبد السميع القوسي ولجنه التحكيم المركزيه بين المباراه لحساسيتها لابد ان يكون هناك حكام من النخبه من الدوري الممتاز يحكم هذه المباراه. والجهاز الفني بتاع الهلال يقوده احمد محمد هارون اللي يسمى بحلاوه، ايوه، ومدرب ومساعده معتصم مع عز الدين قرن، وهنالك المريخ برضه جاب صبري عبد الله معاه واحمد يكيني، فكل واحد له طريقته وكل واحد له يعني في هذه المباراه، مباراه طبعا لا تقبل القسمه، يعني لازم كل واحد يغلب الثاني على اساس انه يكون له فرصه ثانيه للفريق الثاني، لانه في مباراه مهمه جدا غدا برضه اللي هي الزماله مروابه وغرس سنار، مباراه ملعوبه في سنار، يعني الزمان عندها فرصه برضه اذا غلب بتاع 4 نقاط بتخش المنافسه، وغرسل لو اتغلب بيكون برا المنافسه، وغرسل لو غلب بعد 3 نقاط وبيجدد اماله في المنافسه من جديد. فلذلك في اهتمام عالي جدا لهذه المباراه، والكل مترقب المباراه دي، ممكن حتكون الساعه 6:15 والمدينه كلها يعني والمحلات العامه تعج بالحركه بين الهلال والمريخ منو الافضل منو الاحسن، وهذه المجموعه يعني مجموعه قويه جدا، وكل الناس خافت الله انها حتكون من المباريات القويه. نعم. في هذه المجموعه. وماذا عن المجموعات الاخرى؟ مجموعه الشريق ومجموعه الوسط. في المجموعه التي تضم برضو اهلي مدني والمورد الخرطوم والمجعل الحصحيصه ومغد الكاملين واهلي الحواته، برضو المجموعه دي مجموعه قويه جدا،
يعني كلهم 3 نقاط 3 نقاط، اهلي مدني 3 ومور 3 ومغد 3 والحواري 3 ما عدا اظن المشعل. فبكره في مباراه قويه جدا، اظن المورد لعبه مع فريق مغد لاعبين في الكاملين، نعم في مباراه قويه جدا برضه. والاهلي في اهلي مدني في الراحه، وحين المباراه الثانيه حتكون اهلي حواته واهلي، وحتكون المشعل حصعيصه واهلي حواته، فالصراع قوي جدا جدا والنتائج كلها متباينه. فممكن كلها يعني الاسبوع ده والاسبوع الجاي يحدد مسار المنافسات كلها. نعم نعم شكرا بدوي. والدوري التأهيلي مسخن يعني دي الجوله الثالثه كابتن الهادي. نعم انا افتكر الدوري مسخن فعلا لانه بيضم اتيام هبطت من الممتاز، خاصه هلال الابيض والخرطوم الوطني اللي هبطوا من الممتاز النسخه الماضيه، بالاضافه لاتيام عريقه زي المورده واهلي شندي والاتحاد مدني، ويعني في اتيام قويه جدا مريخ الابيض. طبعا مريخ الابيض ده من الفرق المؤسسه الدوري الممتاز يعني منذ بدايته، كان هلال مريخ الابيض هو احد فرق الاعمده الممتاز منذ البدايه، هبط بعد تقريبا 5 مواسم او 6 مواسم، برضه كان بيضم نخبه من اللاعبين مميزين جدا. حقيقه الدوري التاهيلي هذا الموسم زي ما قال اخونا بدوي انا افتكر اخذ منحى جيد، ادى عداله في المنافسه، تلعب داخل ارضك مباراتين وخارج ارضك مباراتين، وزي ما بيقولوا المثل بتاعنا الحشاش يملى شبكته، اي فريق داخل ارضه اكيد لو كسب نقاط 6 نقاط داخل ارضك وعندك 6 نقاط خارج الارض، اذا جبت منها 3 نقاط او نقطتين على الاقل بتضمن صعودك اول ثاني في المجموعه للدور القادم. انا افتكر فعلا هي منافسه عادله، وتوزيع الفرص برضو الفرق زي ما ذكر السي اخونا بدوي راعى فيه المسارات حتى يخفف التكلفه على الانديه، يعني فرق الغربي تلعب لوحدها، فرق الكردفان تلعب لوحدها، الجزيره بجاي ضموا لها المورده، وهناك فرق ضموا لها الخرطوم الوطني. انا افتكر مجموعات متباينه في شكلها وراعت فيها مسارات التحرك من مدينة لأخرى، وزي ما ذكر برضو أهلي أو هلال الفولة أظنه بيلعب في 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 حيدوب أو في النهود. نعم. في النهود معناتها منطقة قريبة لمنطقته، منطقة قريبة للفولة، هو نفس الأريا يعني، اختار ملعب النهود، أنا أفتكر حيجد برضو مؤازرة ومساندة قوية جدا. لكن اللفت انتباهي طبعا المجموعة بتاعت المورده اللي هي كلها 3-3-3، اي فريق كسب المباراه الاولى داخل ارضه. نعم. ودي انا افتكر فك الارتباط حيكون في المباراه الثانيه، لانك انت لعبت كوره جوا وبعدين نشوف مستواك انت خارج منطقتك كيف. نعم. ودي انا افتكر المحك الرئيسي في انه حتبرز لنا فرق او يعني انديه حتجينا بمستويات قويه جدا من خلال غمار هذه المنافسه. طبعا ده اخر موسم بالنسبه للانديه اللي هبطت من الممتاز للدرجة الأولى، اللي هو ده آخر موسم بالنسبة لهم يلعبوا، استثنوهم من الدور الأول. نعم. ولعبوا طوال في الدور المرحلة الثالثة اللي هي لسه الحالية دي. الموسم الجاي طبعا حيكون منافس من البداية، حتلعب من دوري الأولى عشان تبقى بطل، يعني ناس يشوف الخرطوم فيها المورده فيها الخرطوم الوطني بالاضافه للبطل اللي كان موجود اساسا. صح. يعني الخرطوم كان ممثله بثلاثه، نفس الشيء الابيض، نفس الشيء كل المناطق اللي فيها فرق هبطت من الممتاز، مدني فيها الاهلي كان في الوسيط نفس المستوى يعني، بالاضافه للمشعل حصاحيصه والاتيام الاخرى. يبقى الموسم ده هو موسم الحصاد، يعني الخمسه فرق اللي بتصعد للمرحله الاخيره والسبعه اللي بتصعد للمرحله الاخيره بيصعدوا 2 مباشرة و2 بيلعبوا ملحق، انا افتكر دي حتكون مرحلة شرسة جدا. اتوقع انه 4 يصعدوا من الوسيط او من الدرجة من الدوري العام للممتاز، بحكم انه الدوري العام او الدوري المؤهل للممتاز دوري كان شاق وطويل، وبالتالي اكتسبت فرق فيه خبرات كويسة، بالاضافة للاضافات اللي عملوها، انا افتكر حيشكلوا خطورة على الاتيام اللي بتلعب ملحق في الممتاز من خلال مشاهدتنا الان للدوري. نعم. حتجيها بقوه شديد. يعني ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق الكبير في الفتره القادمه ويعدوا مباريات كويسه، ونشاهد يعني ابطال حقيقيين يصعدوا للدرجه الممتازه وما يهبطوا منها. نواصل اخبارنا، عندنا خبرين كده من اللجان الاولمبيه وهيئات الشباب والرياضه، تكوين اتحادات يا كوتش، يعني شويه كده ما نعرج من كرة القدم شوية كده. يعني
تم انتخاب يعني لعبة هي جديدة في السودان ولها زي 3 4 سنوات، آدم محمد رئيس لاتحاد الهوكي، ده كان العنوان الأبرز في الأسبوع الماضي. انتخابات الهوكي كانت ساخنة جدا، آدم محمد رئيسا وكرم محمد نائب للرئيس والمهند حسين هو سكرتير وأمين المال رشاد، وكذلك بعد ذاك في يعني الحكام يمكن فاز بهذا المقعد الأزهري، والتدريب يمكن برضو تم تجديد الثقة في المدرب القدير مدرب المنتخب الوطني عجب النور اللي برضو بيقدم في يعني مستوى مميز جدا في نشر هذه اللعبة مشاركا في كل المجالات. أنا يعني بحييه لأنه أنا متابعه في كثير من ال يعني الفعاليات، بيقدم في مستوى جيد لنشر هذه اللعبة في السودان. نتمنى لهم التوفيق. برضو يمكن يوم السبت الجاي حيكون في انتخابات ناس الجمباز، برضو حيكون عندهم انتخاباتهم حاضرة، يعني ترشح لي المنصب يمكن الأستاذ محمد عثمان خليفة رئيسا ونائب الرئيس أحمد عبد الرحمن المهدي، ديل تقدموا لي الترشيح، ومعتز خلف الله إبراهيم بخيت ده في منصب السكرتير، وأمين المال الأستاذ كمال النزير الطاهر الصاوي. برضو يمكن ثلاثة الليلة الجمعية العمومية بتاعتهم حتكون يوم السبت، وربما يعلن هؤلاء فائزين على اعتبار أنه ما في ترشيحات معهم من خلال هذه المنافسة اللي كانت في الأيام الماضية الجمعية العمومية للجمباز والهوكي. عندك تعليق على المناشط دي ولا انت والله بس يا اخي اللي كلها قلت غدا؟ اكيد اول حاجه منشط الهوكي احنا نتمنى دارين انه نتمنى منشط انه اولمبي طبعا ايوه نتمنى انه ينتشر في السودان، واحنا دارين الشباب ديل يلعبوا يعني يلعبوا ما لقى ودايرين مجال في كره برضو القدم، يمشي الناس الهوكي يمشي الجمباز الناس يمشي اللي العاب القوى. انتخبوهم ديل برضو يعني يعني انا افتكر برضو بيحتاجوا لدعم يشتغلوا وسند. بأمانة. ايوه نعم يحتاجوا. افتكر يعني الاتحادات دي مظلومه كثير جدا، صحيح. ما قاعد تجد الدعم، ما قاعد تجد السند من الدوله، ما في ميزانيات عشان هي ذاتها تبرز نشاطاتها وتكون فرقها وتعلن عن صحيح دورياتها واتحاداتها وكده. واتحاداتها المحليه. انا افتكر يعني وجود الاستاذ محمد عثمان خليفه، يعني نحييه من هنا، احد اعضاء الاتحاد المحلي في فتره من الفترات، صح. وحقيقه انا عملت معه وصل في فتره، وزير. نعم انا عملت معه لما كان هو عضو في الاتحاد المحلي وانا كنت عضو في لجنه التدريب، وكنا نحن مع بعض اعضاء في لجنه التحكيم المحليه. فالفتره ديك يعني تقريبا قبل 2000 98 99 كنا مع بعض في لجان المساعده، بعد ذاك هو تدرج الى ان وصل الى وزير. انا افتكر وجوده الان في منشط الجمباز اكيد بديه دفعه، زول صاحب خبره، زول قانوني، وزول فاهم، وزول ودى الوسط الرياضي. صحيح. نتمنى له التوفيق ومعه مجموعة من الشباب مجموعة إن من شاء الله الشباب يعني يسندوه. يقدموا. نعم. إن شاء الله في الفترة القادمة نشوف نتمنى يكون، المناشط دي كلها نعم يعني. نتمنى يكون عندنا تمثيل خارجي ويكون عندنا صحيح. ميداليات، يحرزوا ميداليات ويجيبوا لنا بطولات، لأنه في النهاية ويكون ده همهم الأول. نعم. وأنا أفتكر برضو تشكر قناة النيل الأزرق في أنها أفردت حيز كبير جدا للمناشط خلاف كرة القدم، لأنه كل الناس متجهين لكرة القدم، لكن صحيح. الآن في عدة اتجاهات في قناة النيل الأزرق في أنها تبرز عدة مناشط، يعني شاب جابت لنا الجمباز والهوكي وشفنا الشباب الناشئين، دي كلها أنا أفتكر فئات ما قاعدة تجد حظها في الإعلام، ما قاعدة تجد حظها في الظهور، نتمنى أن يتواصلوا على هذه الرسالة. شكرا لك كوتش الهادي، ونتمنى يعني الناس كلها تتجه للاهتمام بالألعاب الفردية والألعاب الجيدة والألعاب الأولمبية، لأنه نحن عندنا دائما يعني بنية تحتية مميزة جدا من الناحية بتاعت يعني اللاعبين والمواهب كثيرين شديد، بس يحتاجوا للاهتمام الكبير وثقلهم والعلمية، وبعد ذاك عشان نمشي لقدام. بكل دوري تأكيد ممتاز كوتش، مسخن جدا.
الأسبوع الماضي عدد من المباريات كانت مميزة، على رأسها طبعا مباراة القمة. الهلال كان لاعب مع الأهلي، والمريخ مع كوبر على أرض، كل على أرض الآخر، يعني كوبر على المباراة بتاعت كوبر، وهنا الأهلي المباراة بتاعت الأهلي، وبقية المباريات الأسبوع. بكل تأكيد دوري ممتاز خلاص، يعني احنا تبقت لنا تقريبا اسبوعين لنهاية الدورة الأولى، احنا خاشين على الأسبوع 15 أو 16 وخلاص، يعني الدورة الأولى على مشارف النهايات ممكن تكون في معالجة سريعة صراحة، بكل تأكيد. لكن يعني لما عشان تتكرر، فبراير. لما تتكرر الأخطاء في خط الدفاع بهذا الشكل، والمباراتين على التوالي حيدوب، والقبلة طبعا بيناتهم كان فيه هلال الفاشل، هلال فاشل لكن نعم. حيدوب ثم مباراة أهل الخرطوم، أخطاء كلها كان من عمق الدفاع وحراسة المرمى. نفس الحارس إسحاق برضو خطأين في مباراة حيدوب حرز منها هدفين، انا وكاد الانتصارات ما طغت لي الحاجات دي، يعني ما معناها نحن ما بنقول، نحن بنفتش عن الأخطاء، التحليل دائما يفتش عن الشيء السالب عشان تتعالج. عشان يتعالج، والشيء الجيد تدعمه. نعم نحن بنقول في أخطاء حصلت في مباراة حيدوب، ممكن يكون صححت مباراة هلال الفاشر، لكن نعم ظهر الثاني في مباراة الأهلي الخرطوم نعم اللي هي التمركز والوقفة الصحيحة لدفاعات أهل الهلال. الخرطوم عامل مباريات كويسة، أهلي أنا واصل الخرطوم حديث ممكن ممتازة. نقول كسب كوبر في أسبوع، نعم ولعب مع المريخ خسر برضه مباراة كانت صعبة جدا على المريخ قوية صحيح. 2-1 و3-2، مباراة كانت برضه فيها مفتوحة، صحيح سيناريوهات مفتوحة فيها 2 ركلة جزاء وفيها مخالفات وفيها أشياء كثيرة جدا، نعم. لكن في النهاية أنا أفتكر أهلي الخرطوم دائما منذ أن كان في الأولى، منذ دوري الأولى يعني منذ السبعينات والثمانينات، أهلي الخرطوم دائما بيقف حجر عثرة أمام القمة، يعني في كل المواسم قبل الممتاز هو كان حجر عثرة أمام القمة منذ عهد ناس محمود صالح. نعم فأنا أفتكر يعني الأهلي ما جديد عليه أنه يعني يلعب بندية كبيرة جدا مع أندية القمة، باعتبار أنه هو نادي كبير ونادي عريق من أندية الخرطوم القديمة جدا، ووجوده في الممتاز برضو أضفى يعني نكهة للدوري الممتاز، وأداؤه دائما مع القمة بهذا الشكل، حتى لو طلع خاسر الناس بتتحدث أنه دي أول خسارة أو أول فوز للأهلي على الهلال في صحيح. الممتاز. مباراة تعتبر تاريخية، يعني افتكر فيها شواهد كثيرة جدا. صحيح. أقصى المريخ من كأس السودان، وبالأمس أو أمس القريب برضو فاز قدم على مستوى الهلال. كويس في نهائي الكأس مع نعم الهلال، نعم وصلت نعم لركلات الترجيح. نعم أنا نعم افتكر المباريات قوية، وحتى بالأمس أدى مباراة أول يوم الصباح أظن أدى مباراة مع المريخ مع وانتهت برضه المريخ. تعادل نعم بهدفين لكل، يعني صحيح ما زالت الندية حاضرة حتى في حاضر الوديات. في الوديات. نعم طيب نواصل الحديث في الدوري الممتاز. كوبر والمريخ كانت برضو مباراة فيها ندية كبيرة جدا، يمكن كوبر شوية كان في الأسابيع الماضية متعثر شوية، لكن بعد ذاك يعني الناس قد تشوف انه استلام موسى عجب واللمين وبعدين أبناء النادي يعني دربوا الفريق في مباراة المريخ، الهجمة كانت هنا وتحولت عملت هدف بهناك للجزيل نوح يعود للتسجيل من جديد. المباراة انتهت لصالح فريق نعم المريخ. كوبر المريخ برضو مباراة يعني فيها مداخلات كثيرة. نعم الأسبوع اللي قبله طبعا كوبر خسر ومن الأهلي، قبل اللي قبله خسر من الأهلي، والأسبوع اللي بعده تعادل مع واد نوباوي، ودخل هذه المباراة بجهاز فني جديد. منذ مباراة واد نوباوي كوبر غير الجهاز الفني، أقال المدرب أبو عبيدة سليمان وعين اللمين، لمين كوبر له التحية، لمين كابتن كوبر اللمين دفعه قديمه، وعجب كوره اوعى يقول لي لعب معك ما لعب لا معك. لعبنا سوا يا اخي لعبت وين هذه معه لمين ده وراكم كثير. لا لا لعبنا سوا، هو لعب في برصدان، تلاقينا لعب في برصدان ولعب في كوبر، لعب في حي العرب لما كان في حي العرب احنا لعبنا ضده، يعني في برصدان احنا تزامنا تقريبا. يبقى هو مدرب عنده بصمته وعنده امكانياته، ونفتكر استلم تدريب الفريق في ظرف معقد جدا، فريق كان يخسر داخل ارضه وخارج ارضه، ظروف ما كانت مواتيه، لكن فقد في عدد من نقول اللاعبين دي 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 نقول ضريبه ابناء الحي، لانه كوبر من الاحياء العريقه ويضم برضه كوكب من اللاعبين المميزين، مثال فيصل عجب وكل اللاعبين، وموسى عجب كان قاعد معه في ابراهوما، يعني كل اللاعبين القدامى موجودين في كوبر واكيد التفوا حول الفريق، وانا افتكر دي ضريبتهم لازم يؤدوها، يعني حتى لو بدون مقابل في النهايه انت تسند فريقك وبتقيف معه. انا افتكر
وقفوا سيل الهزائم مباراته النوباوي، لكن دخل مباراه المريخ بحسابات معقده. المريخ في ظرف برضه معقد جدا، صحيح. مدرب جديد ونتائج يعني، وكل يوم اصابات، كل يوم ايقافات، يعني الفريق برضه مبحسر كثير جدا. يبقى مباراه فعلا كانت صعبه جدا على المريخ. ممكن كوبر دخلتها بدوافع، يعني دائما انت مع انديه القمه بتلعب بدوافع كبيره. نتمنى انه هذا الاداء الادوبيو امام المريخ ما يتراخوا منه، يعني تستمر نفس الدوافع دي في بقيه المباريات حتى يطلع كوبر من النفق اللي هو فيه ده ويحقق نتائج جيده، يختم بها الدوره الاولى. عنده كم مباراه ثاني على اساس انه لو تحصل على نقاطه حيكون في موقع مريح، الدوره الثانيه يبدا بشكل افضل. المشاكل الاداريه نفتكر برضه حلت على الفريق في بعد مباراه الاهلي الخرطوم، كنا حاضرين احنا في هذه المباراه، نتمنى انها تهدأ والناس تخط مصلحه كوبر فوق كل شيء. مباراته مع المريخ اكيد مباراه كانت صعبه. المريخ ممكن دخل غير محترم لكوبر باعتبار النتائج، باعتبار تغيير الجهاز الفني، باعتبار انه الفريق حديث في الممتاز، يعني في حاجات كثيره جدا ممكن تكون حتى ريكاردو يكون مواضيع في حساباته، وبالتالي دخل مباراه ممكن داير باقل جهد ممكن يكسبها. وقع في فخ التعادل في الشوط الاول، لكن الجيد في هذه المباراه يا اخ محمد انه ريكاردو عمل تبديلات، يعني في بدايه الشوط الثاني دخول التكت ودخول جزولي نوح والثلاثي اللي دخل موسس في بدايه الشوط الثاني، هذا الثلاثي انا افتكر كان له دور كبير جدا في شكل تغيير شكل الاداء. يعني التبديلات اللي اجراها ريكاردو مع بدايه الشوط الثاني هي اللي غيرت دفه الاداء لصالح المريخ بشكل كبير. ومن لقطه او من كوره زي ما انت قلت، كوره مرتده سريعه، استطاع ان جزولي نوح يسدد كوره يعني احرز منها هدف وحيد في المباراه، كفل للمريخ 3 نقاط. وده المهم، يعني المريخ كان بيبحث عن تقليل الفارق بينه وبين الهلال وحي العرب. اذا الهلال الان منفرد ب 33 وحي العرب 31، المريخ الان وصل نقطة 26، لكن لديه مباريات كثيرة مؤجلة فيها. نعم. مباراة طبعا مباراة القمة واحدة من المفترض الطرق، في مباراة حي العرب برضو من المباريات القوية جدا حيأداها المريخ في الجولات القادمة. أكيد المريخ في سباق في اللحاق بيندو الهلال وفي إزاحة حي العرب، حي العرب ما زال متمسك بالمركز الثاني 31 نقطة. أنا أفتكر برضو من المباريات القوية جدا لدها حي العرب في كوسي، فوزوا على الرابطة كوسي، صحيح، فاز على الرابطة كوسي بهدف عام، نتكلم برضو عنها. نعم، من المباريات القوية جدا. الأمل حيدوب فوز برضو. طيب. مواصل. نعم حيدوب على أرضه. نعم حيدوب، حقق انتصارين على التوالي، أنا أفتكر برضو من الأشياء الجيدة كونك تنتصر. حيدوب برضو مع حبيب نواي بيقدم مباريات جيدة جدا في الممتاز، فوزوا على الزومة وفوزوا على حي العرب، أنا أفتكر انتصارين مهمات حققهم فريق الزومة، فريق حيدوب النهود، والآن هو في رابع الترتيب على ما أعتقد 24 نقطة، مركز مريح جدا، فريق واصل جديد للممتاز، لكن شق طريقه بامتياز، يعني يمتلك لاعبين ممتازين جدا، يعني صهيب الثعلب، احمد مارتن، باولينو، يعني لعيبه اصحاب امكانيات وقدرات واصحاب امكانيات، حارس مرمى ممتاز جدا. اسمه حيجيني بعد شويه، من عبد الباسط، حارس ممتاز جدا، يعني قدم مباريات قويه امام القمه، امام المريخ كان يعني حجر عسرة زي ما بقولوا، وخرج بنقطة سمينة من المريخ، ومع الهلال أيضا قدم مباراة كبيرة جدا، رغم أن الهلال فاز عليهم إلا أنه كان أحد نجوم المباراة هذا الحارس، يعني عنده مستقبل ممتاز جدا مع فريق حيدوب. كان عندنا منوع الأمل، أنا أفتكر الأمل برضو تعرض لهزة كبيرة جدا في الأسابيع الماضية، خسارته من حيدوب وجا خسر من توتي في أرضه، أنا أفتكر خسارتين على التوالي برضو لفريق الأمل أكيد ضربتين في الراس بتوجع، أنا أفتكر حتعمل مشاكل، لكن رغم ذلك أنا أفتكر فريق الأمل يعني فريق ما شاء الله يعني يتحمل، يعني يمرض لكن لا يموت، من الفرق القوية جدا. والنوباوي برضو شايف وتعادل عمل انتفاضة أهلي مروي. نعم عمل انتفاضة جيدة وحقق تعادل مع أهلي مروي، لكن رغم أنه هي في الخرطوم. نعم. في الخرطوم يعني افترض كان يحقق فيها انتصار، لكن برضو نتائجه ما مرضية مع كابتن عادل جلال، من التعادل يعني اكثر نتائجه كانت تعادل، ودي كانت سمة سائدة لفريق النوباوي.
فريق النواعي عندما كان في الدرجة الأولى فترة السبعينات والثمانينات يا أخ محمد، بيقول لك بيقفلوا نقطة في النادي وبيجوا يكبسوا في النقطة الثانية. أهلي أيوة. يعني من الفرق اللي يعني دائما يعني قبل كده قاعد في الدوري بالتعادل، وصل أظن 16 نقطة بالتعادل في كل مبارياته اللي أداها، واستطاع أن يبقى في الدرجة الأولى فترة الثمانينات، يعني من الفرق القوية جدا. طبعا هبط 81 من الدرجة الأولى للدرجة الثانية. نعم. لكن بعد ذاك طبعا شق طريقه وعاد مجددا للممتاز، والآن بيمثل نفس الركيزة، فرق من الفرق القوية جدا بتلعب بقوة، رغم أنه الموسم الماضي كان أفضل من هذا الموسم. يعني افتكر ود نباه في الموسم الماضي كان افضل من هذا الموسم بكثير جدا، نتائجه كانت جيده، لكن الان تعسر كثير جدا. نتمنى انه الهلال الفاشل الزوما برضه الزوما طبعا متاخر في ترتيبه، خسر او تعادل، جاب نقطه ثمينه جدا برضه، قاعد في برج نحس 7 نقاط لاكثر من 5 جولات على التوالي، يخسر داخل وخارج الارض. وفريق الزوم برضو مع كابتن عصام ادريس، نتمنى انه يعني اهلنا يعني في الزوما وفي الخرطوم وكل المريدين وكل الاقطاب يلتفوا حول هذا الفريق ويدعموه، سواء كان بعناصر، لانه الفريق ده واضح جدا بيحتاج العناصر تدعمه في الجوله الدوره الثانيه، لانه نقاطه يعني بيحتاج لمعجزه يا اخ محمد انه يبقى في الممتاز. 8 نقاط مؤخره الترتيب، وتبقى الجولتان. نعم عنده مباريات مؤجلة مع الهلال، مع المريخ، لكن مباريات تعتبر صعبة، من المباريات الصعبة جدا أنه يكسبها. بالتالي هذا الفريق يجب أنه يعني يجدد جلده بكثير من اللاعبين المميزين حتى ينافس في البقاء في الممتاز. إذا استمر الحال على هذا الوضع أكيد حيكون أول المغادرين. أنا ما دار أكون متشائم، لكن فريق لا يحقق انتصار على الفرق الرصيفة بالنسبة له، بقاءه في الممتاز حيكون صعب جدا. طيب لأنه بيخسر من كل الفرق. نعم. ترتيب الدوري الممتاز حنشاهده مع بعض ونحن بنتكلم. الهلال طبعا ممسك بالصدارة برغم الخسارة. نعم الهلال 33، حي العرب 31، المريخ 26. نعم. يعني نتائج المريخ طبعا كان مؤخر جدا، متأخر، حيدوب. صحيح، يعني كان لنقص المباريات. نعم حيدوب برضو يعني زحف جل الموقع الرابع. توتي، أنا أفتكر توتي ما تحدثنا عنه. توتي قدم مباراتين قويات في عبرة. في عبرة. فاز على الفلاح. فاز على الفلاح والأمل. الأمل. ممكن فوزه على الأمل أداه دفعة، فاز على الأمل بهدف. وجاء الاسبوع اللي بعده اللي هو صادف فوز الشرطه الفلاح على الشرطه، وبعد فوز الفلاح على الشرطه تمت اغاله الجهاز الفني كابتن محمد عطا. صحيح. وتولى التدريب مساعده اللي كان محمد جنوبي، اللي كان هو مساعد بالنسبه لمحمد عطا، وجاء خسر اول تجربه له او اول لقاء له امام توتي بهدفين. انا افتكر مباراه برضه تعتبر بحسابات 6 نقاط لكل جولة. نعم. يعني أفتكر توتي استطاع أنه يكسب لقاءين صعبات جدا من عطبرة، ويعود ب6 نقاط ثمينة جدا من خارج الديار. أفتكر برضو قدم التوتي كثير جدا في روليت المنافسة. الآن توتي في المركز الخامس، الأمل تدحرج بعد أن كان هو في المركز الرابع والخامس، تدحرج كثير جدا، 2 على التوالي. حي الوادي أنا أفتكر نتائجه برضو قدم مباريات قوية جدا، لكنه خسر من هلال الساحل، وخسرت من هلال الساحل انا افتكر برضه ابعدته شويه، وجاء تعادل في المباراه الثانيه امام الشرطه في القضارف. نعم. برضه جاب نقطه ثمينه جدا من ناس مرتضى في القضارف. الفلاح من الفرق برضه في وسط الترتيب، ثامن الترتيب، انا افتكر برضه نقاط جيده. نعم. 19 نقطه. الاهلي الخرطوم بفوزه على الهلال برضه مشى 19 نقطه، برضه المركز التاسع. هلال الساحل بنتائجه الحققه برضه من المؤخر جاء للمركز العاشر وسط الترتيب، انا افتكر دي كلها نتائج جيده. اهلي شندي برضه بيفوز على اهلي مروي رغم خسارته من حي العرب، الا انه برضه مشى للمركز 11. الشرطه القضارف تعسرت كثير جدا، انا افتكر خساره وتعادل وبالتالي تدحرجوا. ممكن هلال الفاشل برضه بيتعادلوا مع الزوم وتاخر، كان ممكن يمشي للمراكز المتقدمه اذا تحقق انتصار. والنباوي طبعا دي الفرق المؤخره، والنباوي واهلي مروي كوبر والرابطه كوستي ثم اخر حاجه الزوم. انا افتكر المؤخره، مؤخره الترتيب صعب جدا انها تلحق بالشكل اللي قاعدين نشوفه الان. فضل لسه نص دوري كامل. ما انت الدوره الاولى دي لو ما تحصلت على اكبر عدد من النقاط الدوري الثاني تتعب. يعني صحيح. لاحظ الموسم الهبط فيه هلال
الأبيض الأبيض صح والخرطوم الوطني. الخرطوم الوطني نعم. أنه الدورة الأولى 4-5 نقاط. الخرطوم الوطني كان عنده 4، هلال الأبيض 5 نقاط. أنت عشان تلحق في الدورة الثانية حتكون دار لك مشوار طويل. مشوار طويل بنفس طويل المستوى. ده أنت أنت ختمت الدورة الأولى دي قول بثمانية نقاط الزوما لو ما حققت أي انتصار. لا ختمت الدورة الأولى بثمانية نقاط، الدورة الثانية ما حققت تحصل على نقاط تبقيها في الممتاز. الأرجنتين بطل لكأس العالم بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح، مباراة كانت مميزة جدا. شكرا معز كمال، عمل لنا فاصلة حلوة جدا حنختم بها هذه الحلقة، نتابع ثم ننزل هذه تعليق بسيط عن نهاية كأس العالم.